بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 68 من دروس قراءتي وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ولا زلنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء، ووصلنا إلى الحديث 28 في هذا الباب، وهو قول النووي: وروينا، ويجوز أن نقول وروينا، فيه في كتاب ابن السني، لأنه قبل الحديث 27 ذكر عن كتاب ابن السني في عمل اليوم والليلة. قال: وروينا فيه بإسناد ضعيف. وقلنا إن الأحاديث الضعيفة يجوز الأخذ بها في فضائل الأعمال، ما بصير نأخذ بأحكام الأحاديث الضعيفة في البيع والشراء والعقائد، هذا كله لا. أما في الأخلاق، حديث ضعيف بيحكي عن فضل الصدق، حديث ضعيف بيحكي عن فضل الصدق، نعمل به ولا ما نعمل به؟ بقول لك الصدق جاء في القرآن الكريم وجاء في الأحاديث المتواترة، ولهذا هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن في فضائل الأعمال فيقبل. بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سبق أن ترجمنا أو ذكرنا ترجمة عبد الله بن عباس، وهو ابن عم الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا كان يلقب بحبر الأمة، يعني عالم الأمة. قال رضي الله تعالى عنهما أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه تصيبه الآفات. الآفات الأمراض والمصائب والمشاكل، بمعنى آفة في البدن مرض، ممكن ابنه أولاده بيطلع بيلعب بالدعثر بيجي إجره مكسورة، آفة تصيب البدن، أو الزرع، حشرة، جراد، صقيع، كل هذا من الآفات بنشر، بقول لك خلاص اسمه آفة. الآفة هي الخلل أو المصيبة التي تصيب النفس والأهل، البدن والأهل، أولاد، زوجة، ممكن زوجته عقلها بدها تعمل مشكلة، هاي كمان آفة بتعمل مشكلة على كل شيء. يعني زي ما بقولوا، قالت له بدي أروح عند أهلي، قالها بروح معك عشان يعمل لها واجب، بتقول له بدكيش تخليني أخذ راحتي. إن ما راح معها مش معطيه من أهلي،
إن خلاها تروح بدك تخلص مني، إن ما خلاها تروح حابسني. هاي في بعض نسوان خلص هيك ربنا كاتب عليها، فهي آفة. فكمان تدعو الله عز وجل إنه يلين يسهل يزبط لك عقل زوجتك. المهم فهذا قال تصيبه الآفات، وزي ما حكينا لكم الآفات الخلل في النفس أو الأهل أو المال. قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه تصيبه الآفات، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قل إذا أصبحت، بعد صلاة الفجر تخلص صلاتك تقعد بعد ما تكمل تسبيحاتك بتقول إذا أصبحت: بسم الله على نفسي، بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. احنا قلنا الآفة بتصيب النفس والأهل والمال، فشو النبي قال له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قل بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء، لا يذهب. لأن احنا هذه الآفات ربما تصيب الزرع، ربما تصيب الماشية، ربما تصيب فاتح محل مجمدات، تخرب تقطع الكهرباء بنص الليل هو مش منتبه، بتخرب الثلاجة، بيجي الصبح بيلاقي كل المجمدات خربانة، محل خضرة بتحمى الدنيا شوي بتنعطب ثلاث أرباع خضرته، كل هذه آفات. فشو النبي صلى الله عليه وسلم قال له؟ قال إذا أصبحت فقل بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء. يعني الآفات لا تصيب مالك، لا تصيب بدنك، لا تصيب أهلك. قال فإنه لا يذهب لك شيء. فقالهن الرجل، سيدنا ابن عباس بكمل، فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات، فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. وانت رايح شغلك انت طالع بهالسيارة قول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. طبعا إذا ما كان اسم الله واقي وحافظ ما ظل حافظ بالدنيا، لأنه ربنا بيقول فالله خير حافظا، في قراءة متواترة فالله خير حفظا. إذن اللي ما حفظه اسم الله ما بيحفظه شيء، ولهذا اسم الله عز وجل يحفظ، يحفظك، يحفظ نفسك، أهلك ومالك. الحديث رقم 29 من هذا الباب، قال الإمام النووي: وروينا في سنن ابن ماجة وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زوجها أبو سلمة أصيب بجراح في معركة أحد، وبعث النبي في سرية إلى بني أسد، وعاد بعد أن كان بني أسد بنو أسد مجمعين جيش بدهم يغزوا المدينة بعد أحد، متوقعين أن المسلمين ضعيفين ومنهنهين من أحد، فقالوا فرصة نغير على المدينة. فعلم النبي بذلك فبعث لهم أبو سلمة، أبو سلمة ابن عبد الأسد 150 فارس، فرق جمعهم، رجع في جرح من جراحه بأحد ثور عليه بعد ما رجع فمات، مات، استشهد رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول العلماء أبو سلمة من شهداء أحد. المهم زوجته أم سلمة لها قصص عجيبة جدا في الصبر والتضحية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. بتقول ومن خير من أبي سلمة؟ هاجر مع رسول الله وقاتل مع رسول الله وعمل 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 وعمل، في أحسن من أبو سلمة؟
حتى أقول؟ قال فعزمت فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال فقلتها، فما لبث أن انتهت عدتي فخطبني رسول الله. هذا الدعاء دائما كل ما واحد يصاب بمصيبة يحكي هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. المهم، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. علما نافعا، علم تستفيد منه بدنياك وآخرتك. بتفتح على مواقع الإخبارية 90% من الأخبار أتفه من التافهة، أتفه من التافهة. قديش بأخذ التعمري راتب؟ شو بدك بالتعمري؟ قديش بأخذ راتب؟ يعني بهمك كثير، ولهذا بتلاقي شو راتب التعمري، وشو العقد اللي أخذه التعمري، وشو الأخذ اللي سواه نعيمات، وشو اللاعب الكرة الفلاني، وشو الرقاصة الفلاني بتأخذ على الحفلة. هذا شو بدك في هذا الكلام؟ إيش بدك؟ ولهذا تجد معظم أخبارنا وسواليفنا وبتقعد بمظافة، بتقعد كله طق حنك، كلام فارغ. ولهذا أم سلمة تقول: كان النبي يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، علما نافعا، إيش يفيدك في دنياك في آخرتك. أما الطقطقة والحكي والحكي الفاضي والكلام الفارغ اللي ما إله أي معنى ولا إله أي فائدة، الله يبعدنا عنه. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. طبعا رزقا طيبا في رزقا واسعة، وكلمة رزقا طيبا أحسن من رزقا واسعة. بتلاقي واحد راتبه 2000 ليرة، هذا رزق واسع ماشي، لكن الله عز وجل مبتلي أمراضه بأولاده، آفات، عيون وحسد، ولا هو متهني بشيء. بينما واحد مع 400 ليرة الله مبارك له فيهم، الله مبارك له فيهم، بتلاقيه عايش هني ومبسوط وما شاء الله عنه. حدث الشيخ حسن حبنك الميداني عالم دمشق، قال: دعاني بعض أثرياء دمشق إلى مزرعة في عامل عزيمة للوجهاء، وهو من أثرياء دمشق، وعنده قصر وقاعدين، وجاء المحافظ والمن عارف مين، ومدير الشرطة ومدير المخابرات ومدير عامل وليمة لكل أعيان دمشق. قال بعد ما روحوا الناس أجا يشكي لي، قال: والله يا شيخ ما أنا متهني، والله يا شيخ هالولاد وهالمرأة بس شاطرين، اللي يطلب واللي يطلب واللي كذا، وما حدا عاجبه، والديون ومشاكل التجارة ومشاكل ما نعرف إيش. ظل يشكي. قال بعدها بفترة أنا ماشي بالسوق، فإذا برجل درويش قبل الغروب بنصف ساعة، قبل الغروب بنصف ساعة. قال: بالله عليك يا شيخ تفطر معي؟ قال: يا رجل أنا عندي. قال: بالله عليك تجي تفطر معي؟ قال: لما حلفني بالله اضطريت أروح. فقال: مشينا على بيت زي ما تقول ملحق، والدرج اللي عليه درج بهز، يعني مش لأنه بقول: شيخي الحمد لله هذا البيت ملك، والحمد لله ما في مؤجر يطالبني بأجرة، ولا في واحد يجي يقول لي حل الأجار، ولا أنا الحمد لله مرتاح. قال: فإذا بالبيت غرفة وإلها ساحة زي ملحق، بس غرفة بسطح وإلها ساحة. قال: أنا عايش ملك بيتي ومرتاح وما شاء الله عني. فشوف هذا الرضا، يعني عند هذا الرجل رضا، عنده غرفة ملحق بنص درج ما إلها، ومع ذلك أبو الفيلا أبو القصور قاعد بشكي. ليش؟ لأنه ما في بركة، ما في. ولهذا جاء هنا الحديث: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. رزقا طيبا يعني يقول الله عز وجل مبارك فيه.
وعملا متقبلا. قبول العمل هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ربما يعمل ويحرث إحراث بس الله ما بتقبل منه. فيعني قال وجعلنا ما عمل من عمل هباء منثورا. طبعا جماعة في عنا إخواننا بالحرم بيزيدوا على هذا الدعاء، في زيادات مقبولة وزيادة، يعني لو قلت لسانا ذاكرا قلبا خاشعا جائز، بس في كلمة بيضيفوها قال وأسألك جسدا على البلاء صابرا، هاي الإضافة مخالفة للسنة، لأنه النبي ما كان يقول يعني معنى أسألك جسدا على البلاء صابرا، هو الحقيقة أنا تعلمت هاي من أئمة الحرم وأنا بالثالثة إعدادي قبل 40 سنة كنت أظل أقولها، بعدين فكرت لما ابتليت بفقد البصر، ابتليت بالفشل الكلوي، وابتليت وابتليت وابتليت، ماني أنا مجنون؟ طب ما هو النبي كان يقول اللهم إنا نسألك الصبر على البلاء ولا نسألك العافية؟ إيش النبي كان يقول؟ العافية. أول كلمة بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، وإيش؟ وعافنا في من عافيت. ولما النبي جاء من الطائف قال اللهم عافيتك أوسع لي، ولهذا لا تسأل الله عز وجل البلاء لتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاصبروا. فالمهم هذا الدعاء الذي علمتنا إياه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتجاوز عن أعمالنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم ثبتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل عائلهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أوقف الحرب عليهم، اللهم أوقف هذه الحرب، اللهم احقن دماءهم، اللهم دمر أعداءهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن لنا إخوانا على حدودنا الشمالية يدافعون عن أمن هذا الوطن، اللهم كن معهم ووفقهم. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وتقبل منا وبارك لنا فيما بقي من رمضان هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.